السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. كيفكم حبايبي؟ إن شاء الله تمام. اليوم معنا تمرين بسيط، هو تمرين الاستماع، listen and write، نستمع ونكتب. في هذا التمرين موجود عندنا أيام الأسبوع: Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. كل يوم من الأيام موجود فيه عندنا نشاط، فإحنا راح نقرأ الأنشطة الموجودة في كل يوم وراح نستمع لملف الاستماع. فراح نشطب الإجابة الخطأ اللي مكتوبة عندنا. فمثلا في الجملة الأولى: Waleed and his dad watch the football match. مكتوب 3 o'clock ومكتوب عندنا 4:15. فإجابة اللي هو رقم 4:15 إجابة خاطئة، اللي هي الإجابة الصحيحة 4:45. لذلك راح نشطب هاي الإجابة ونكتبها في السطر الموجود أسفل كل نشاط. اتفقنا؟ طيب، لذلك قبل ما تعودنا زي ما تعودنا، قبل ما نسمع لأي ملف استماع نقرأ الجمل أو العبارات الموجودة. Monday يعني family go to the beach. Tuesday موجود عندنا وليد make a cake. Wednesday موجود عندنا mom clean the bedrooms. And Thursday family get up early at 6 o'clock. On Friday Jamal swim. Family go to the mosque. On Saturday Waleed go to Hamza's party from 6:30 to 8:45. طبعا هاي العبارات طبعا بالنسبة للتوقيت، فالتوقيت الأول هو موعد البدء والتوقيت الثاني هو موعد الانتهاء start and finish. حتركك مع ملف الاستماع، اسمع منيح، تبع كل جملة بجملتها، الرقم الصح ابن تركه، في اشي خطأ راح تشطبه وتعدله ونكتبه في الفراغ اللي تحت. تمام؟ Let's get started. خلينا نبدأ. Track 43. This week, my family is very busy. On Sunday, my dad and I are going to watch the football match. It starts at 3 o'clock. It finishes at 4:45. On Monday, we're going to go to the zoo. I'm going to make a cake on Tuesday. And on Wednesday, Mum's going to clean the oven. On Thursday, we're going to get up at 6:30. Ugh. On Friday morning, Jamal's going to swim. And in the afternoon, we're going to the shops. On Saturday, I'm going to Hamza's party. It starts at 5:30. It finishes at 8:45. وبعد ما انتهينا من ملف الاستماع، إذا واجهك أي صعوبة ممكن تسمع له كمان مرة. راح أتركك هلقيت مع إجابات هذا السؤال، فلاحظ الإجابات منيح وقارنها مع إجاباتك، ولو عندك إجابة ناقصة دونها من خلال الإجابات المطروحة عنا. بنتمنى لكم أوقات حلوة ونراكم في الدرس القادم. Goodbye. Thank you.